نظرة فاحصة إلى كنيسة قلب لوزي بالمقارنة مع الكنيسة القوطية نوتردام هي في قضية التثليث قسم يمين ويسار وأوسط وثلاثة أبراج ثلاث طوابق في ثلاث نوافذ اثنتان هنا ونافذة في الأوسط كبيرة ترمز الآب والابن والروح القدس. هنا أيضا نشاهد البرج الثاني في ثلاث طوابق ونوافذ وإضاءة كاملة كما هو الآن حين قبل حرق كنيسة نوتردام كانت مضاءة. هنا الإضاءة موزعة ومنقولة إلى نوتردام. إذا دخلنا إلى الكنيسة نجد أبسيد أي الحنية ذات قائمة على عواميد أو دعائم ضخمة وزخرف نباتي وفيه رمز إلى السيد المسيح حيث توجد صورته في الأعلى وألفا وأوميغا وأيضا هناك نحوت نافرة لنباتات المنطقة كالعنب وهناك كأس فسقية ترمز إلى كأس السيد المسيح.